ما نصيحتكم إلى من يرسل بناته وأولاده للدراسة في الخارج وحدهم، ويقول بأنه مضطر لأنهن أي البنات لم يجدن قبول في الجامعات في البلد؟ عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن البنات رعية تحت رعايته وأمانة في عنقه. الحين الرجال ما يجوز لهم يسافرون للخارج، فكيف بالنساء الضعيفات؟ لا يجوز له يروح بناته للدراسة في الخارج، لأنه يعرضهن لأخطار عظيمة، يعرضهن لأخطار عظيمة في دينهن وفي أعراضهن وفي حشمتهن. فعليه أن يحافظ على بناته، والدراسة ما هي ضرورية، الدراسة ما هي ضرورية، إن تيسرت في البلد فالحمد لله، مع أنها متيسرة في البلد ولله الحمد، يدرسهم بدون دون الكليات والمدارس النظامية، يدرسهم أو يجيب لهم مدرسة في البيت، الدراسة متيسرة. نعم.